إن وجود ثدي كبير يمكن أن يكون مزعجاً للغاية، مما يسبب مشاكل في مظهر وأيضاً يختل الظهر والرقبة. لهذا عملية تصغير الثدي يمكن أن يكون حلاً مناسباً لهذه المشكلة. جراحة الثدي عادة تتم تحت التخدير العام ويستغرق حوالي ساعتين. بعد العملية ستبقى ليلة واحدة في العيادة. يتم فصل الجلد عن النسيج الدهني السفلي، ثم إيجاد شقوق حول حلمة الثدي، وبعد ذلك فصل الحلمة عن الأنسجة السفلية. الأنسجة الغدودية تحت الحلمة لا تزال متصلة. حجم تصغير الثدي يعتمد على حسب رأي المريض. أيضاً يمكن تصغير حلمة الثدي في حال رغبة المريض بذلك. يتم قص الأنسجة الغدودية الزائدة والجلد الزائد. مكان الشاق يشبه بالمرساة، لذلك يطلق على هذه الطريقة اسم تقنية المرساة. يتم إحداث الشاق من وسط أسفل الصدر باتجاه حالة الثدي. القسم الأسفل المرساة يتبع الخط الطبيعي لأسفل الثدي. بعد الشفاء من الصعب مشاهدة الشقوق أسفل الصدر وحول الثدي. موضع الشق العمودي الذي تم إيجاده نحو حلمة الثدي يبقى قابلاً للرؤية.